وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مرحبا بك دكتور طارق معنا في نشرة الثامنة. وبداية، كيف تصف دور ومواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة المشرفة تجاه القضايا العربية والإقليمية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالتأكيد طبعا السياسة الخارجية المصرية نجحت في الفترة الأخيرة وفي فترة الرئيس السيسي في بناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية، ركزت بطبيعة الحال على إحياء مؤسسات العمل العربي المشترك ودعمت التحالفات العربية العربية، وأكدت على تواصل الأمن القومي المصري مع الأمن القومي في منطقة الخليج وباتساع الجنوب في اتجاه المنطقة المغربية. وبنت مصر دوائر سياسية جديدة أكدت فيها على عمق علاقتها وفي النطاقات العربية والإقليمية، وأقامت علاقات على مستوى الندية حضرتك، سواء كان مع القوى الكبرى الرئيسة، سواء كان في الولايات المتحدة، روسيا، الصين. وشاركت مصر أيضا في إحياء المؤسسات الاتحاد الإفريقي، وترأست الاتحاد الإفريقي في 2019 وشاركت في اجتماعات التجمعات الاقتصادية. القاهرة اتجهت أيضا بطبيعة الحال إلى تطبيق استراتيجية الصدارة شرقا إلى دول في جنوب شرق آسيا، وشاركت في التجمعات الاقتصادية. القيادة السياسية المصرية تتوجه إلى النطاقات العربية برؤية مقاربة، وأقامت علاقات عديدة يعني تستطيع أن نضع عنوان مهم لها، وهو التأكيد على الثوابت العربية بالنسبة للنطاق العربي والإقليمي. وفي الفترة الأخيرة رسمت هذه الدوائر الخاصة بالأمن القومي العربي مع الأشقاء العرب، هناك حرص عربي مصري إلى تطوير مؤسسات العمل العربي، القمم العربية التي عقدت وكان آخرها قمة السعودية جدة، وبالتالي كان هناك تأكيد على أن هناك حضورا عربيا كبيرا كرسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحركاته، سواء كان في الزيارات الرسمية مؤسسات سيادية في مصر خصوصا مجلس المعلومات. نجحت الدبلوماسية المصرية في حجز مكان مهم بالنسبة للعالم العربي. احنا دوائر الاهتمام العربي سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي يركز عليها، الدائرة العربية أولا والدائرة الأهم في هذا السياق، ثم الدوائر الإفريقية ودائرة الشرق المتوسط والدوائر الخاصة بالشرق. لكن في النهاية نحن أمام واقع يتشكل في إطار علاقات مصر العربية والإقليمية والدولية. نعم، من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.